الاتحاد الصحي بتاعت احنا بيدينا دفع كبير جدا ان احنا ان شاء الله ان احنا نبقى معنويا افضل في المباراه دي. احمد لعيب كبير جدا واحمد لعيب محترم جدا وفارق معانا كتير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي كمان والبعد النفسي جوه التيم. احمد له تقل كبير جدا جوه الفرقه ان شاء الله يرجع لنا بسرعه وان شاء الله اللعيبه بكره باذن الله ان شاء الله تفرحوا بكره باذن الله ان شاء الله. تامر حضرتك في الفتره الاخيره الفريق انهى دوري المجموعات على افضل نحو ممكن 5-0، لكن لما رجع للدوري رجع تاني سلسله التعادلات، فازاي نقدر نبني على ماتش الهلال الليبي ان هو كان انهاء اظهر فعاليه هجوميه عاليه جدا؟ انا لسه بقول هي كوره منفصله، يعني احنا والزمالك متشابهين في حاجات كتير. احنا في الدوري احنا والزمالك مردودنا مش احسن حاجه، لكن في البطوله الافريقيه مردودنا مختلف، التركيز هنا مختلف. المباراه بكره انا من وجهه نظري المباراه مختلفه تماما عن المباراه في الدوري، لان ليها حسابات مختلفه وبقى ليها حاله كمان مختلفه، بتتكلم كمان في طموح مختلف وبتتكلم كمان ان مباراه دور والتاني وتلاقي نفسك بتلعب فاينل، فاكيد كلنا مركزين واكيد كلنا عايزين نعمل حاجه كبيره، اكيد الزمالك ليه دوافعه وليه تركيزه وليه حالته، واكيد احنا كمان لينا دوافعنا ولينا تركيزنا ولينا حالتنا بكره ان شاء الله، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكون موفقنا ان نبقى في الحاله بتاعتنا بكره، لكن هي في الاول وفي الاخر هي بطوله منفصله، بطوله منفصله بشكل مختلف تماما لان احنا انا فاكر ان احنا ايام ما خدنا افريقيا سنه 96 مع المقاولين العرب كنا بننزل بنهبط درجه ثانيه، لكن خدنا البطوله ثاني ماتش على طول، انا فاكر بالظبط ثاني ماتش بعد ما خدنا البطوله في استاد القاهره رحنا لعب اسوان، في اسوان اتغلبنا، فالبطوله مختلفه ليها تركيز مختلف ليها دوافع مختلفه. اكيد الزمالك متمرس اكثر مننا ان هو يقدر يفصل، لكن احنا برضه عندنا لعيبه عندها قدرات كبيرة وعندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة، إن شاء الله بإذن الله يبقى المكسب من نصيبنا بكرة إن شاء الله. هو طبعًا أنا كان نفسي إن إحنا نتجنب الزمالك عشان نلعب فاينل، مش عشان نتجنب الزمالك عشان إحنا ما نلعبوش، يعني أي حد عايز يبقى بطل متوقع أي حد يلعبه، إحنا إن شاء الله مؤمنين بحظوظنا جدًا ومؤمنين بطموحنا جدًا ومركزين جدًا، وأكيد طبعًا الزمالك فرقة كبيرة وأكيد مواجهاته مباشرة مع فيوتشر أكيد ما كانتش في صالحنا، لكن لكل حاجة أكيد بيبقى ليها نهاية ولكل حاجة عمرها ما تبقى ماشية كده على طول، لأن لو هي ماشية بالمبدأ ده أنا كمان هكسب بكرة، لأن أنا آخر مباراتين مع إنبي كسبت الزمالك، فعمرها ما تبقى كده خالص، الكورة مش كده، مفيش ثوابت في الكورة، 1+1 ما بيساويش 2 في الكورة، الكورة دايما 90 دقيقة بيبقى ليها تفاصيلها الخاصة، 90 دقيقة بيبقى ليها الحالة الخاصة. اكيد التاريخ ليه دور، اكيد دي بعد نفسي جوه التيم، لكن خبرات لاعبتنا وتركيزهم والبطوله دي مختلفه كمان، فاكيد ان شاء الله يبقى ليها مردود مختلف بالنسبه لنا.